السادسة صباحا في القاهرة، أهلا بكم إلى موجز الأخبار من القاهرة الإخبارية. تسود مخيم عين الحلوة في لبنان هدوء حذر عقب تجدد الاشتباكات الليلة. وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن الاشتباكات أسفرت الليلة عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 13 قتيلا وأكثر من 55 مصابا منذ اندلاع المواجهات. وعلى الجانب اللبناني، أكد مراسلنا أن الجيش اللبناني يعزز قواته في محيط مخيم عين الحلوة بعد أن طال القصف العشوائي الصادر من المخيم عددا من العسكريين اللبنانيين ومراكز تابعة للجيش اللبناني. ذكر مراسلنا أن الجيش اللبناني توعد برد قوي حال الاستهداف المتعمد لمراكزه العسكرية. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بتبادل القصف بين الجيش السوداني والدعم السريع بالقرب من صينية المنارة بأم درمان، ما تسبب في وفاة 3 مواطنين وسط تحليق مكثف للطيران الحربي السوداني في أم درمان. أوضح مراسلنا أن الجيش السوداني قصف ارتكازات ومواقع للدعم السريع بالقرب من جسر شمات وحي بيت المال بأم درمان، كما قصف الجيش بالمدفعية مواقع للدعم السريع بالمظلات بحري وأم درمان القديمة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه أبلغ رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة. هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية عن القيام بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر. وذكرت وسائل إعلام إن الولايات المتحدة تعد لإجلاء موظفي سفارتها غير الأساسيين من النيجر مع الإبقاء على الموظفين الأساسيين. أكدت الشرطة الأمريكية أن بلاغا كاذبا تسبب في إطلاق التحذير الأمني بوجود مسلح داخل مبنى الكونغرس. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن الشرطة أخلت مبنى الكونغرس وأغلقت الأنفاق الأرضية المؤدية له، مضيفة أن الشرطة الأمريكية أجرت تحقيقا حول البلاغ الذي تم عبر بريد إلكتروني تم إرساله لموظف الكونغرس وطلب منهم إغلاق الأبواب وتأمينها والابتعاد عن النوافذ. ختام الموجز، لمزيد من المتابعة أدعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية بالفعل على تردد 11.747 فيرتيكال، كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الQR كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.